هجوم غير مسبوق منذ أكثر من 6 سنوات شهدته مدينة إربيل عاصمة إقليم كردستان التي تعرضت لخمسة تفجيرات، ولم تستبعد بغداد أن تكون مرتبطة بالأحداث في سوريا. الهجمات أسفرت عن مقتل 6 عناصر أمن أكراد، واستهدف أحدها مقرا أمنيا وسط إربيل. المدينة كانت لسنوات بعيدة عن أجواء العنف في العراق التي حصدت اليوم أكثر من 20 قتيلا في هجوم على مجلس عزاء في بلدة المسيب جنوب بغداد. معي من بغداد الآن المحلل السياسي الدكتور سعد الحديثي. دكتور سعد، أهلا وسهلا بك. ربما هي من المرات القلائل أو الأولى التي نشاهد فيها تفجيرا دمويا بهذا الحجم في أربيل عاصمة إقليم كردستان. أي بعد تعطيه لهذا الهجوم الدموي؟ هل هو أحد شظايا الأزمة السورية كما قالت بغداد، أم لا مرتبط بتطورات وربما أحداث داخلية عراقية؟ لو بطبيعة الحال إذا صح ما أعلنه محافظ أربيل من أن دولة التنظيم دولة العراق والشام الإسلامية قد أعلن مسؤوليته عن الأحداث اليوم في مدينة أربيل، فهذا يؤكد أن الصراع على الأرض السورية بين تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية وبين مقاتلين أكراد، وقعت مناوشات عديدة بينهم في أكثر مناسبة في خلال الأسابيع القليلة المنصرمة، يؤكد أن هذا الصراع بدأ يمتد إلى ساحة أخرى هي الساحة العراقية، خصوصا وأن هنالك دعم من الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق لمثيلاتها من الأحزاب الكردية والقوى والمقاتلين الأكراد داخل الأراضي السورية لاستعادة حقوقهم الثقافية والقومية. وبطبيعة الحال هذا الصراع يؤشر أن هنالك حالة من فرض الإرادة داخل القوى المعارضة الميدانية السورية، أقصد المقاتلين، في محاولة للسيطرة على ربما مراكز الإمدادات والدعم الخارجي واللوجستي الذي يأتي للمعارضة السورية، أو هنالك خرق حاصل في داخل صفوف المعارضة السورية من قبل النظام في سوريا أو حلفائه، أو حتى من قبل أمريكا التي يبدو أنها تثري صراع في سوريا بين القوى المتطرفة في محاولة لإعطاء فرصة للقوى المعتدلة والوسطية للبروز. طيب. بس دكتور سعد، حكومة كردستان لطالما قالت كانت محقة إلى حد بعيد في أن إقليم كردستان بمنأى عن كل هذه الصراعات. الآن أن تأتي التفجيرات إلى قلب عاصمة إقليم كردستان، أي رد فعل ستتخذه حكومة كردستان؟ هل ستنغمس في الأزمة السورية كما انغمست أطراف أخرى؟ بمعنى سترد على تنظيم دولة العراق والشام داخل سوريا؟ ستذهب وتقاتل هذا التنظيم بحجة الدفاع عن القومية الكردية داخل سوريا أم ماذا؟ يعني أي رد فعل تتوقعه من حكومة كردستان؟ يعني الأمر المؤكد أن الاستقرار في إقليم كردستان مرتبط بالضرورة بطبيعة المصالحة الوطنية داخل الإقليم. الأشخاص الذين كانوا مرتبطين بالنظام السابق في العراق لم يتم محاربتهم وبقوا منسجمين ومتناغمين وتم احتوائهم اجتماعيا وسياسيا وإداريا، وبالتالي هذا أحد الأسباب الرئيسة بالإضافة إلى سبب الوتائر الاقتصادية والاستثمارية المتصاعدة التي وفرت تنمية بشرية واقتصادية، وفرت بيئة ملائمة جدا للأمن. لكن فيما يتعلق بردود أفعال حكومة إقليم كردستان، يعني من المتوقع أنه نزوح أعداد بعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين، من المتوقع أن يتم اختراقهم ببضعة أشخاص يلجؤون إلى القيام بأعمال لصالح جهات أخرى في داخل سوريا أو في داخل العراق حتى إذا شئت، على اعتبار أنه الساحة اليوم في الحرب هي واحدة باعتقادي، وهناك معارك تخاض على طرفي الحدود. وبالتالي أنا أعتقد أنه حكومة إقليم كردستان لديها خيار الآن، هو بالتأكيد ليس لديها مشكلة في الخطط والإجراءات الأمنية، هذه الإجراءات ثبت بالإضافة إلى البيئة السياسية الملائمة للاستقرار ثبت أنها ناجحة، لكن أنا أعتقد أنها سوف تحاول قدر الإمكان أن تقدم دعما لوجستيا بقدر أكبر مما كانت تقدمه للقوى الكردية في محاولة لعدم نقل الصراع إلى داخل إقليم كردستان وأبقائه داخل الحدود الأراضي السورية. جيد. من بغداد المحلل السياسي الدكتور سعد الحديثي، شكرا جزيلا لك.